كتير بقى، انا كل ما اجيب لك ورقه هتقول لي مصداقيتها ضعيفه. عايز ايه انا بعد الاختام والتواريخ ونوعيه الورق؟ ما ترحمني بقى يا بل. مش تسال نفسك هم ليه سابوا كل الورق ده بالذات من غير ما يفرموه؟ مش جايز قصدين يسيبوه عشان يقع تحت ايديكوا وتسربوه وتنشروه وتقف الفخ قدام الناس ويداروا هما بقى على جرائمهم اللي بجد. مشكلتك برضو انت وكل المدرسه القديمه والجيل بتاعك، انكم فاكرين ان الاجهزه اللي هي مزلت انفاسكم عامله حسابها لكل حاجه وما بتخرش الميه وعندها حل لكل حاجه بدل السيناريو الثلاث سيناريوهات. انتوا بقى مش قادرين تفهموا انها كانت ماشيه زي ما كل حاجه كانت ماشيه في البلد بالبركه والهلهطه والسفلقه وبالحب تمشي. يا سلام. طب وقدرت ازاي تحافظ على النظام في السنين اللي فاتت دي كلها؟ بالبطش والقمع مش بالذكاء، بالخوف مش بالدماغ. انت فاكرها اجهزه امنيه زي اللي شغاله في اي مجتمع ديمقراطي بتشتغل باسلوب علم وبتطور من نفسها؟ دول اخرهم استوردوا من بره اجهزه التجسس والتعذيب، انما عمرهم ما فكروا ان هم ينقلوا الفكر اللي شغال بالاجهزه الامنيه اللي بره. عارف ليه؟ عشان هم عارفين ان مفيش حد يحاسبهم ولا يبص وراهم ولا يسالهم انتوا بتعملوا ايه اساسا. على فكره الورق اللي بين ايديك ده مش بعيد يكون اتنسى وما اتفرمش عشان كان فيه اهمال في تنفيذ الاوامر ان هم يتخلصوا من الورق. وما تنساش برضه ان هم اتفاجئوا وما كانوش متخيلين ان الناس هتخش عليهم وسط حصونهم المشيده. نفس الخلطه اللي كان شغال بها النظام طول عمره، غرور على كبرياء على غطرسه على انعدام كفاءات، وده اللي خلاه يصرف مليارات على الامن من غير حتى ما يفكر يحاسب هي بتتصرف ازاي. عشان كده الناس لما صارت كل المليارات ديت ما نفعتوش باي حاجه. طب انت يعني مش قادر تكتب الكلام اللي انت بتقوله ده كله في مقال بدل ما انت جاي تدهولي في محاضره كده؟ ثواني يا ريس بعد اذنك. ايوه يا ابني انت بتتكلم بجد؟ امتى الكلام ده؟ طب انا جاي حالا. يلا سلام. سلام. اقتحموا مقر امن الدوله اللي في مدينه نصر، اظن هتقول لي مؤامره برضه. ايه يا ابني انت؟ انت بترنس عليا على طول ليه؟ يعني ايه؟ امتى حصل الكلام ده؟ انتوا ازاي سبتوهم يعملوا كده اصلا؟ فين الجيش؟ الجيش ازاي سابهم يعملوا كده؟ يعني ايه مش عارفين تعملوا حاجه؟ المهم امنتوا الحاجات بتاعتكم؟ يعني ايه ما امنتوش غير الورق بس؟ انت بتستهبل؟ يا ابني رد عليا يا ابني. انت يا حيوان يلعن ابو اللي خلي هيثم. سوري يا حبيبي. سوري. حواليك دوشه كتير قوي بس سامعك. انا في مقر امن الدوله بتاع مدينه نصر. كنت متاكد انك مش هتفوت فرصه زي دي. بس طمني، ها لقيت حاجه عن هيثم؟ هيثم مين يا عم؟ لقيتك اللي اهم منه مليون مره. يا سيد الله يفرحك. قول لي بقى، وحشتني الاخبار الحلوه. مش حسيت يا محمود انا شفت مين هنا؟ مين؟ استنى يا سيرة صوره لك وابعت لك الصورة عشان تصدق. حكيم انا عارفك ما بتصدقش اي حاجة غير لما تشوف عينيك. اقفل انت بس عشان اعرف اصوره لك وابعت لك الصورة. يلا سلام سلام. يلا الوقت فاضي. طيب ماشي ماشي. سلام سلام يا عمر. سلام. يعني ايه ما حدش كان عامل حسابه يا ابني انت؟ اللي حصل ده مؤامره. ايوه مؤامره ما يتسجلش عليها. يعني ايه هنعمل ايه؟ هنفضل كده نتفرج ساكتين؟ يا سلام، لحد ما نروح في داهيه كلنا ونلاقي نفسنا متورطين. يا ابني افهمني بقى افهم. مفيش حاجه اسمها حرصة ود للقيادات. ان شاء الله الموضوع لو دخل في الجد ما حدش هيروح في داهيه غيرنا احنا. افهم بقى افهم. ويعني ما قلقش ليه؟ طبعا قلقان. يا ابني عارف ان الواد خلصان وخلاص وضايع، بس ما حدش عارف الظروف فيها ايه. ما هو انت اللي وديتنا في داهيه. لو كنت سمعت كلامي لما قلت لك خلص كنا خلصنا. حنيت قلبك ده هتودينا في داهيه. اما نشوف يا سيدي. بس اسمع اسمع، الواد ده لو اتكلم مش هروح في داهيه لوحدي. ها خلي بالك. يعني المهم مش هنقف نتفرج كده.
يعني ايه توصل له ازاي؟ مش محتاجه فقاقه يعني. هتوصل للصحفي اللي اسمه عمر هيوصلك ليه؟ مش محتاجه تاخد فيها فرقه بقى. اخلص. يعني ايه مش فاكر حاجه؟ لا انت بس تلاقيه تعبان من اللي شافه عمر، واول ما يستريح هيفتكر كل حاجه على طول. والله ما اقدرش احكم يا محمود، الراجل فضل ساكت ومبلم وما حطش منطق لغايه ما الشرطه العسكريه استلمته هو وكل اللي معاه. يعني ايه؟ هيتقبض عليه تاني؟ قلنا لهم كده، قالوا لنا لازم يتعرضوا على النيابه عشان تثبت حالتهم وانهم محتجزين بشكل مخالف للقانون، وتعرف بقى اذا كانوا محتجزين على ذمه قضيه ارهابيه ولا لا. هو ده الكلام. ولما يفتشوا في ورق اسماعيل هيكتشفوا القضيه اللي هو محجوز علشانها، وهيكتشفوا الكذبه بتاعت امن الدوله اللي كسبوها على اهله. ده مش بس هيثم اللي جبرج ليه، ده شكل الجهاز بتاعه كله هيقع والبركه في اسماعيل. يمكن يكون افتراضك صح. افتراضك؟ افتراضك ليه؟ قطش الفرحه بس كده في خلقه الناس يا عمر. مش قطش يا صديق ولا حاجه، كل الحكايه ان عايزك تبقى واقعي شويه، لانك لو تاملت في الفيديو اللي انا صورته لاسماعيل هتعرف ان مهمه استخراج اي معلومه منه صعبه قوي. مش مهم يتكلم، المهم انه موجود، وطالما موجود اهله ممكن يرفعوا قضيه على الداخليه يتهموها بالتزوير، ويشوفوا مين المسؤول اللي احتجزه كل المده اللي فاتت دي. وكل ده يا جماعه هيصب عندنا في القضيه. اظن بقى كده جت لمنى على الطبطاب. يا جماعه انا لاول مره ابقى متفائل، انا حاسس ان ربنا عمل معجزه عشان يخلي هيثم وكل اللي معاه دول يقعوا في شر اعمالهم. ايوه كده بقى يا معلم، كانت فين روح التفاؤل دي من زمان؟ يا حبيبي التفاؤل من غير سبب قله ادب. لما ربنا بعت حاجه عشان نتفائل عشانها تفائلنا، حرام يعني ما نتفائلش. عين عليك يا اسماعيل وعلى اللي جرالك. اثار السجن طلع نعمه، على الاقل السجن فوق الارض. اه يا بلد. نفسي اعيش لمغرب. لا صحيح، نفسي مره اهرب وشنطتي معايا. ما تقلقش يا سيدي، شنطتك هتجيلك لحد عندك. وبعدين انت المره دي ايه؟ هتستخبى في حته مكان ولا يخطر على بال حد. ازاي بقى؟ ما اكيد هيثم عارف كل الاماكن اللي ممكن تخبيني فيها، واكيد مش هيأثر. لا لا لا، دي واحده صاحبتي جابتهولي، هيثم ما يعرفهاش. عشان محدش ياخد باله انك هنا، ولو اني انا الدنيا حوالينا فاضيه خالص. ما افتكرش حد ممكن يجي لك هنا الا لو كان حرامي. لا ما تقلقيش، حتى لو جه حرامي بمجرد ما احكي له حكايتي هيهرب، اكيد هيخاف يقعد ويلبس معايا تهمه انه عضو في التنظيم. ماشي. خلي بالك من نفسك، لو قصت حاجه كلمني. لا متشكره يا راجل. اسمع لك تيم الاهل. Thank you.
تضحية محمود. أمال لو كان الراجل عارف إحنا خارجين بكام من رشيد كان عمل فينا إيه؟ كان بلغ عننا البوليس؟ ليه يعني؟ شوفي لسه الحكومة ما منعتش الفرجة. سوى حياتك كلها سنتين ثلاثة وهتمنحها. أكيد هيطلعوا قانون إنك تقدمي كشف حسابك قبل ما تخش محلات الموبايل، بدل بقى ما تقعدي تسألي الناس ده بكام وده بكام وتقرفي اللي فيها. ده على كده بقى يا حبيبي واحد زيك وواحدة زيي مالناش غير محلات رشيد اللي حالها قرب. ليه يعني؟ مالها محلات المنشية والعطارين؟ وحشة؟ ده مش مقام يا حبيبي، الكلام ده مش عندي. طب ما أنا عارف إنه مش مقامك يا بنت. شوفي ودين النبي لاجيب لك عفشك من أكبر محلات موبايليا في اسكندرية، وجايز أتهفف في دماغي وأجيب لك عفشك كله من دمياط، مش بحبك. تعملها، والله عارفة إنك تعملها، مش عشان حاجة، عشان أنت تستاهل كل حاجة كويس. أنا مؤمنة بيكم مصدقاك يا محمود والله. بس قول لي الأول عملت إيه في موضوع القضية؟ وبقى حاطها لي دماغ الضحك اللي عملناها. محمود والنبي ما تقولش إنها اتأجلت تاني. طبعًا اتأجلت، ما أنت عارفة المحاكم عندنا. المحكمة عايزة مندوب من جهاز أمن الدولة، والمحامي كل شوية أجل القضية عشان الانفلات الأمني اللي في البلد وظروف البلد الأمنية. وحليني بقى عقبال ما تمر البلد من ظروفها الامنيه وانحداراتها وانعطافاتها ابقى انعطفت انا رحمه ربنا. لا يا حبيبي بعد الشر عليك ما تقولش كده. طب كل الهم ده شايله لوحدك ليه؟ ما قلتليش ليه اول ما شفتك. وانكد عليك اول ما اشوفك يا بت، ما صحش. طب ومين هيشيل همك غيري؟ ايه نظرات القلق اللي في عينيك دي؟ امال فين بقى مؤمنه بيك ومصدقاك؟ طبعا مؤمنه بيك ومصدقاك، بس انا بس خايفه عليك من الاحباط يا محمود بصراحه. احباط؟ احباط مين يا بت؟ شوفي انا مش هسيب البلد دي غير لما اخد حقي منها تالت ومتلت، وبكره هتشوف. مش هتبقي معايا ولا ايه؟ طبعا هبقى معاكم. هروح فين؟ رجل على رجل. بس افكر يا حبيبي فكره بقى نقولها لابويا لما نرجع، لما يسالك على موضوع القضيه. ده ما رضاش ينزلني معاك غير لما قلنا له ان احنا رايحين اسكندريه نتفرج على العفش. لا وايه، لميت له كل كروت محلات الموبايل اللي في اسكندريه، ولسه غير صورك بقى جنب الكومودينو جنب السفونيره قاعده جوه الدولاب. لازم يبقى معايا دليل يا ابن اللذينة. اتاريك عملت كركع من الضحك وانت عمال تصورني، وانا اللي بحسبك بتصورني عشان الذكرى يا محمود؟ بحب ابليس يا اخواتي. انا بالحق بقول لك ايه، تفتكر الشياطين يعني بيتعبوا عشان يتجوزوا زينا كده، ولا اول ما بيتخرجوا بيتجوزوا على طول؟ لا لا اكيد عندهم بطله زيهم زينا بالظبط، ما هم خلاص ما بقوش لاقيين بشر عشان يغوهم. الله عليكي بتاعتي. بقول لك ايه، بيقولوا في محل الموبايل هنا في اسكندريه سبعة ادوار، وعندي امل ان اخطف في كل دور بوسه. ده بعينك، انا مش عارف معاك في ولا محل تاني غير لما يبقى معايا محرم. كده يا حاجه انك مش عايزه تقدمي بلاغ تقولي فيه ملابسات اختفاء ابنك؟ ده حقك القانوني، مش تفهمها الكلام ده يا متر؟ هي فاهمه كل حاجه يا فندم ولا ايه يا حاجه؟ طبعا، ده انا ما صدقت ربنا رجعهولي بالسلام. انا لو قضيت بقيه حياتي اشكر ربنا واحمده مش هيبقى كفايه، اقوم افتق في اللي فات واقلب المواجع. تفتقي ايه يا امي؟ انت مش جالك ورق من الداخليه بيقول ان ابنك مات في حادثه وبعدين طلع عايش وحاجزينه في امن الدوله؟ دي جريمة يا أمي. أنا شعرفني يا باشا إن اللي جاني من الداخلية، أنا جاني واحد لابس قميص وبنطلون ومعاه شوية أوراق مخدومة وخلاص. يا أنا مش عايزة أظلم الناس، أنا محروقة بنار الظلم يا باشا، أقوم أظلم غيري. لا إله إلا الله. طب الصبر والرضا اللي فيه الحاجة أنا فاهمه ومقدره كويس، إنما مش غريبة يا متر إن محامي يكون صبور وراضي ومش عايز يجيب حق موكله؟ أنا بحترم رغبات موكلي ووالدته، ومفيش أسهل من رفع القضايا وتقديم البلاغات، والبلد في أزمة ومش لازم نزود الأزمات أكتر من كده يا سعادة الباشا. تمام، حقكم. بس أنا كمان عندي بلاغ متقدم من محامية متهم شهد ضد إسماعيل، بيطالب بالتحقيق مع إسماعيل في إنه يدلب أقواله في كل اللي حصل له، لأن ده بيمس حياة موكلها. والكلام اللي هيقوله اسماعيل هو اللي هيحسم القضيه. هو اسماعيل قادر يتكلم؟ ده عقله راح. ومع ذلك مش عايزه تعرفي مين اللي عمل فيه كده. ماشي، عموما انا هحوله المستشفى الامراض العقليه، وهناك بقى هم هيدونا تقرير عن قواه العقليه، وهنعرف اذا كان قادر يدلب اقواله. Thank you.
منى 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 في ايه؟ بس سيب ياخد نفسي ولا اشرب حاجه الاول. ستي هعمل لك اللي انت عايزاه، بس في ايه؟ والله اخبار مش ساره ابدا يا محمود. النيابه حاولت تسمعيني على مستشفى الامراض العقليه عشان يتعمل له تقرير يعني، ويشوف لو ينفع اصلا يدلب اقواله ولا لا. طب وماله؟ ما احنا اتفقنا ان مش ده المهم في الموضوع، المهم هو اهله. اه بالحق، هم ابتدوا يحركوا البلاغ ضد امن الدوله ولا لسه؟ اه مش هم كل كامل كانت وعدانا بيه جت قدام النيابه وعملت عكسه تماما؟ ايه؟ رفضت نهاية تتهم حد من الداخلية، وقالت انها مش متأكدة ان الراجل اللي جالها بشهادة الوفاة ده من الداخلية اصلا ولا لا، وانها كمان ضيعت الشهادة. يعني بصراحة قعدت تهفت بشوية كلام كده عن القسمة والنصيب، اه بس عبرت عن فرحتها برجوع الحبيب الغالي. بس انا لازم اروح لها. تروح لها فين؟ لازم اعرف ايه اللي خلاها تقول الكلام الاهبل ده يا منى. اكيد هيثم بعت لها حد. ده على اساس ان ام اسماعيل قاعده مستنياك في طنطا دلوقتي. لازم اخليها تقول الحقيقه. يا محمود بالعقل كده، اكيد اللي ضغطوا عليها مش هيخلوها تستنى في نفس المكان عشان نروح نلاقيها تاني. يعني ايه؟ هنسكت وخلاص؟ اسماعيل ده اخر امل عندي. انا لازم اروح المستشفى. انا بقى اقدر اتصرف في الحكايه دي. في هناك واحده رفعتي شغاله في العلاقات العامه بتاعه المستشفى. أقدر أخليها تطلع لي إذن زيارة ونروح سوا أنا ومحمود ونزوره على إننا قرايبه. إسماعيل، الحمد لله على سلامتك يا إسماعيل. يا اسماعيل انت مش فاكرني؟ انا محمود عبد الناصر ورشه اسكندريه الحاج جابر. طب فاكر عاصم الله يرحمه؟ طب عبد الرحيم الصعيدي اللي كان بيقعد يعيط طول الليل اسماعيل؟ طب بلاش، فاكر لما شفتني مع بنت الحاج جابر وافتكرت ان في بينا حاجه؟ مش معقول تبقى مش فاكرني يا اسماعيل. هم اكيد هددوك. ها اكيد هددوك. عايز اقول لك ان البلد قامت فيها ثوره، انت مش هتصدق اللي حصل. احنا اقتحمنا مقر امن الدوله. فاكر المقر ده؟ اكيد عذبوك فيه، واكيد كمان وريك جثه عاصم عشان تخاف وما تتكلمش. انا عارف ان انت ما مضيتش عشان خايف ولا عشان اغروك بحاجه، انت خفت من البهدله. اسماعيل عبد الرحيم اتقتل. ابوس ايديك انت. انا ما عنديش حد غيرك يتكلم ويقول اللي حصل قصاد النيابه. انطق يا اسماعيل. اه باشا حاضر يا باشا، انا هقول كل حاجه يا باشا، والله العظيم والله العظيم هقول كل حاجه يا باشا، اقسم لك بالله هقول كل حاجه، بس بلاش بلاش يا باشا. لا يا باشا خلاص يا باشا، هقول كل حاجه بس بلاش. لا بلاش بلاش يا باشا، خلاص خلاص خلاص. ما عندوش فكره عن اي حاجه خالص يا محمود. يلا بينا قبل ما الامن يجي. استنى مش معقول يبقى مش فاكر. هو خايف. اسمعني يا اسماعيل، انا عارف ان انت خايف، صدقني سكوتك مش هينفعك، الناس دي ممكن توصل لك هنا وتعمل فيك اي حاجه، اي مصيبه. ابوس ايديك يا اسماعيل، تعالى معايا على النيابه، انا ما عنديش غيرك يتكلم. خلاص يا باشا اسماعيل. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله، بس بلاش اختي يا باشا، بلاش اختي يا باشا، لا اختي لا، ابوس ايدك يا باشا، والله العظيم انا كلب معاك يا باشا، هقول على كل حاجه، كل حاجه عملتها وما عملتهاش هقول يا باشا، والله انا معاك، بلاش اختي، ابوس ايدك، بلاش اختي يا باشا، بلاش اختي. هنا محمود نمشي من هنا قبل ما الامن ما يقبض عليك في اي وقت. يلا بينا يا اخي بالله عليك عشان خاطري. ابوس ايدك بلاش بلاش. عيب يا ابني، مش قلت لك هيعملوا كده؟ انا عارف الاشكال الوسخه دي بتفكر ازاي اساسا. لا احنا كده تمام. لا سيبك محمود خالص دلوقتي، أنا ربنا كرمني ولقيت له سكة نخلص منه من غير ما نقرب له أساسا. لا هتندهش لما تعرف. برضه يا أخي اللي الواحد اتعلمه إنه يمسك حاجات على الناس أهو نافع أهو. كان زمان أنا وأنت دلوقتي ضعنا. مش قلت لك؟ مش قايل لك قبل كده ولا لأ؟ قايل لك أي حاجة تقع تحت إيدك أو أي ورقة ما تفرطش فيها، كله بيطلع في الوقت المناسب.
لا مش هحكي لك في التليفون طبعا. بكره تقعد على الحيطه وتسمع الصمت الرهيب. المهم دلوقتي انا عايزك تركز مع الواد الصحفي اللي اسمه عمر ده. اخطر سلاح في ايدين محمود. لو خدناه منه هنعرف نستفرد بيه بقى ونشوف شغلنا. ماشي؟ اتكل على الله. نفس. سلام. اتفضل يا سيدي. أنا عندي معلومات خطيرة عن فتح السجون ودور جهاز أمن الدولة في الموضوع. كلمني ضروري. المعلومات اللي عندي ممكن تجيب حق الشهر. الرسالة واضحة ومش محتاجة تفكير يا عمر. أنا مش عارف إيه اللي مخليك متردد. يعني مش عارف ليه الآن شوية. طب هو لو معاه ورق مهم أوي كده ليه ما خدوش وراح قدمه للنيابة؟ الراجل قال لك في أول الرسالة إنه شغال في جهة حساسة ومش عايز يتقدم باللي عنده رسمي. طب لما ضميره بوجعه وكده وبكي على حق الشهداء ايه اللي يخليه يطلب مني فلوس مقابل ان هو يديني الورق اللي عنده؟ بالعكس بقى ده هي دي النقطه اللي مطمناني. عارف لو كان قال لك انه هيدي لك الورق ده لوجه الله والكلمتين دول كنت قلت مزقوق عليك. انما الراجل متاكد انه هيتاذي بعد ما يديك الورق اللي معاه. تلاقيه عايز يامن عياله يعني. اطمن. ايوه بس المبلغ اللي طالبه ده كبير. ثم اجيب له منين 10000 جنيه دلوقتي؟ مش عرفني بقى ان الورق اللي عنده ده مهم اصلا ومش مضروب والحكايه كلها تطلع نصبايا. كل ده ممكن تتاكد منه لو كلمته وطلبت منه شويه ضمانات فاكس او ميل او ان شاء الله حتى يبعت لك ورقه من اللي عنده. ده طبعا بعد ما تطمنه وتقول له انك هتعمل كل اللي هو عايزه. ايوه يعني بس ازاي؟ فهمني. من الجورنال مثلا يا عمر. انت مش بتقول ان ده سبق صحفي ممكن يكسر الدنيا؟ اللي هيديهولك لو ناقص نكمل الباقي من منى. مش جايز يا اخي. ربنا هيفرجها ويعوضنا عن كل اللي فات. صدقني يا عمر اللي تخاف منه ما جيش احسن منه. اطمن. يا ابني انت ايه؟ مش هتبطل عبط؟ اي حد يقول لك اي كلام تجري وراه كده زي الهبل؟ ايوه كل ما تزيني يشتم براحتك وانا ملطشه بالنسبه لك. بقول لك الراجل بعت لي عربون عشان يثبت جديته. وهو لسه فاتح رساله على الايميل. اتفضل يا سيدي وادي ده ونرد الوثيقه عشان تشوفها بنفسك. ورقتين من كشف باسماء اللي واخدين دورات تدريبيه عشان يبقوا قناصه وانواع الاسلحه بتاعتهم واماكن شغلهم كمان في الوزاره. عشان تبقى تحط الورقه دي في عين اي حد ويقول لك ما عندناش اي قناصه خالص. هو انا اللي هقول لك ان ورقه زي دي انت نفسك ممكن تعملها على الكمبيوتر بتاعك؟ عارف ان احنا بازعه عصور الفوتوشوب. امال انا جاي لك ليه وطالب منك ال 10000 جنيه؟ عشان ده المبلغ اللي هجيب لك بوك كشف الاصلي المختوم بختم الوزاره. الراجل بصراحه عاملنا ديسكاونت عشان متعاطف مع الشهداء. بس الحق يقال هو راجل مرتشي بس ابن حلال. طب افرض ان ده طلع فخ عشان ينصب عليك واول ما ياخد الفلوس يطلع عليك ناس تضربك او تاذيك. ما تخافش انا عامل حسابي. ثم الفلوس مش هتبقى معايا. الفلوس هتبقى مع واحد صاحبه وهيطلع معايا المشوار ويقف من بعيد ويراقب. ولو حس بأي غدر هيخلع وبلغ البوليس. ولحسن الحظ بقى هيبقى الميعاد في محطة قطر، يعني هلاقي شرطة سكة حديد قريبة مننا. وأنت فاهم إنك لو استنجدت بيهم هينجدوك يعني؟ هيقولوا لك مش أنتوا اللي عايزين الثورة. بلاش، أكيد في شرطة عسكرية ومدرعات وطيلمانات ومن غير ده كله يا سيدي أنا مش صغير يعني وهتصرف. أنت ناسي الحتة اللي أنا شايلها معايا على طول. يا فرحتي، صحفي ماشي بسلاح. الله يرحم أيام ما كان الصحفي ما عندوش سلاح غير قلمه، حافظ كل كلامك ومعلم في قلبي. خلصنا جبت الفلوس ولا لسه؟ انا لسه قدامي سفر. ربنا معاك. بس خد بالك لو كلت على قفاك ورجعت من غير الورق هيتخصموا من مرتبك وحياتك. ماشي. نص مرتبك هيضيع اول كل شهر، انت فاهم؟ ربنا يسامحك. عارف لو انا استغلالي كنت قلت لك طب لو رجعت بالخطه دي وكسرت الدنيا هتديني مكافاه قد ايه؟ بس انا مش هعمل كده عشان عيب. عيب. انا سايبها لذوقك اما اشوفك هتديني مكافاه قد ايه. Thank you.
ازاي جيت هنا؟ راجل مستنياني في العربيه بره. ما قلت لك يابا بلاش تتعب نفسك، الحكايه مش مستاهله. لا انا كان لازم اجيلك. ايه جاي تقول لي ايه المره دي؟ شكلك كده بيقول انك مش لاقي حاجه تقولها. صح، بيبان عليك يا حاج، انت عشت عمر برضه مش ابويا. هو صحيح يا ابني مفيش حاجه تتقال، بس فيه اللي اتعمل ولازم يتعمل فورا. ايه ده؟ سلاح؟ لا ما تقلقش، خير ربنا كتير والحمد لله. سلاح ايه يا ابني؟ انت اتجننت؟ عاوز تضيع نفسك عشان كلب ما يسواش؟ الله عليك يا حاج، عارف لو كنت قلت جملة عشان تضيع مستقبلك كنت هزعل منك أوي، بس أنت راجل ذكي وأنا طالع لك وعارف إن خلاص ما عادش ليا مستقبل. أنا اللي زيي حاله ما ينفعش معاه لا ثورة ولا ما صوراش. أنا الثورة الفرنسية نفسها مش ممكن تغير حالي أوي. يا ابني مفيش داعي لكتر الكلام، اللي أنا جايلك عشانه هو ده، دول 10,000 جنيه. إيه يا حاج؟ ضيعت حسين المحل؟ بلاش استظراف يا محمود الله يخليك، دول 10,000 جنيه هتاخدهم من بكره الصبح من بدري تطلع السلوم على خالك. سلوم ايه بقى؟ ما خلاص مش خالي قاعد يزن عليا عشان اروح اشتغل معاه في ليبيا؟ اه الثوره قامت هناك والناس بتنفد بجلدها من الموت. الحمد ربنا اني ما رحتش، كانوا اتهموني انا في الثوره. لا يا ابني انت مش هتطلع ليبيا، انت هتروح لخالك وتدي له المبلغ ده ويتصرف لك في اي مركب طالعه ايطاليا ولا اليونان. لا اله الا الله، معقوله الاسطى عبد الناصر يأس؟ وامتى؟ بعد الثوره؟ انت ما عملتهاش قبل الثوره يا امال فين بقى؟ ولا تلقوا بانفسكم في التهلكه ولا ايه؟ بقيت شايف ان التهلكه هناك ارحم من التهلكه هنا. اعوذ بالله، ده اليأس كفر يا ابني. كل الحكايه اني خايف عليك من رغبتك في الانتقام، احسن تمشي في سكه الدم وتستسهلها، ساعتها مش هرحم نفسي لو سبتك تعمل كده. خلي فلوسك معاك يا حاج، خلي فلوسك معاك يا رب. ما تفهمني يا ابني، عايز اقول لك انك لو قتلته المره دي هتدخل السجن وهتتحاكم محاكمه عسكريه. ما تخافش يا حاج، مين قال لك اني هقتله؟ ومين قال لك اني مش هقتله؟ ما توضح لي يا ابني، فهمني، انت ناوي تعمل ايه؟ قول الله يكرمك. خليها على الله يا حاج، خليها على الله. بص انا مش بقول انك غلط، ما اقدرش اقول كده، بس انت متأكد يا محمود انك عاوز تعمل ده دلوقتي؟ انت اللي بتقولي كده يا منى؟ ده انت الوحيده اللي كنت عماله تقولي لي سلم نفسك سلم نفسك. ايه اللي غير رايك دلوقتي؟ لا ما غيرتوش ابدا، انا بس حكايه قتل عمر دي هزتني. ارحم، انا طول الوقت كنت فاكره ان التهديد اللي بتجيلنا دي يعني اي كلام فارغ مجرد تهويش. ايه ده؟ هو انت كان بيجيلك تهديدات؟ ياه طول الوقت ومن زمان ومن قبل الثوره، بس عمري ما حسيت انه كان بجد. هل كنت فاكره ان اللي عاوز يأذي ما بيهددش؟ ما هي دي النقطه اللي كانت مخليه محمود يرفض تسليم نفسه، ان هما ممكن يستهدفوه جوه اي حجز. وده اللي يخليني اسالك، ايه اللي خلاك تغير رايك؟ حسبتها في الاخر ان لو جرالي حاجه هاكد كل الكلام اللي نشره عمر. طبعا ده هيعمل شوشره على هيثم وجهاز امن الدوله، طبعا هم مش عايزين ده دلوقتي. بالظبط، خصوصا بعد حل الجهاز وتغيير اسمه ونقل ضباطه القدام. عندك حق، يعني في الاخر قتل عمر ممكن يتهموا فيه اي حد من اللي كان بيفتح ملفاته سواء قبل الثوره او بعدها. بس برضه يا محمود، يعني هم لو عاوزين فعلا يخلصوا منك هيتصرفوا، يعني يستعملوا اي حاجه من اللي بتحصل في البلد اليومين دول، اقتحام الاقسام، عربات الترحيل، يعني دول ما بيغلبوش. عارف يا منى، عشان كده احنا لازم نصعب المهمه شويه. ازاي؟ اللي خلاهم يستهدفوا عمر ان هو ابتدى يبقى خطر عليهم بالكلام اللي بينشره، خصوصا ان الجورنال بتاعه مش جورنال صغير. طبعا هم عايزين دلوقتي يوروا الناس ان كل حاجه بقت احسن واجمل،
عشان كده احنا مش عايزين يبقى في عمر واحد في البلد. مش عايزين نسيب برنامج او جورنال او اي حد غير لما يعرف قصتي مع هيثم. مش صعبه الحكايه دي على فكره. وانا مش هسلم نفسي لاقرب اسم او اقرب مكتب وكيل نيابه. انا هسلم نفسي لمكتب النائب العام نفسه. وزي ما اتفقنا مفيش جورنال او برنامج او اي حد غير لما هنعرفهم على التسليم. متهيألي بقى مفيش حد ولو نص محترم هيتاخر ان هو يتضامن معانا. خصوصا بعد ما اقول لهم ان في صحفي اتقتل عشان قضيتي تتقفل. ومش بس كده. انا هعمل كل ده في حمايه الناس. وبيفرجوني بقى هيعملوا فيا ايه وسط الناس دي كلها. ايوه بس انت نسيت القناصه. انا اسف. والله ما اقصد. انا عارف يا شادي. هنبقى ناخد بالنا. ولو ما نفعش يبقى خلاص يا سيدي. نصيب اموت موتة احمد الله يرحمه. محمود يا قلب امك يا قلب امك يا حبيبي يا ابني حبيبي ربنا معاك يا حبيبي ربنا معاك ده عيالك يا حبيبي ده عيالك من كل قلبي يبقى قول حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ولا اله الا هو عليا توكلت خد بالك من كل كل كلمه هتقولها جوه يا حبيبي يلا ربنا معاك يا حبيبي ربنا معاك ربنا معاك يا محمود عبد الرازق محامية وده موكلي أهلا يا فندم جاي يسلم نفسه اتفضل خير احكي محمود أنا يا فندم جاي أسلم نفسي سلم نفسك في إيه؟ أنت متهم بإيه؟ أنا اسمي محمود عبد الناصر خريج كلية هندسة ميكانيكا جامعة القاهرة. أنا أساسا من رشيد يا فندم. يعني وكنت بتعرض لمضايقات كتيرة جدا من ضباط أمن الدولة عندنا في رشيد. استنى استنى. بعت لي الكاتب يا ابني. واحدة واحدة كده وابتدي من الأول. اتفضل. أنا يا فندم هربت من سجن وادي النطرون مع تهريب المساجين. بعد يا فندم انفجار الكنيسة اتهمونا فيها وقبضوا علينا ودخلونا السجن. كنيسة إيه؟ كنيسة مرجرجس. وكانوا متهمين انا وثلاثة أربعة كانوا شغالين معايا في الورشة عند الحاج جابر. وبعد ما هربت من السجن يا فندم كان في ضابط أمن دولة هو اللي ماسك قضية اسمه هيثم باشا. للأسف احنا ما شفناش شكله يعني كان دايما صوت تحت الأرض. طب ما فيش أي ورق يثبت الكلام ده؟ محاضر حتى وجوده في السجن مفيش اي ورقه فن متمسك علينا حتى الناس اللي معايا اختفوا مش عارفين نلاقيهم خالص عشان يقدروا يشهدوا معانا في القضيه في واحد اتقتل والتاني بيقول ان هو في مستشفى المجانين ده اللي خلاني اسلم نفسي يا فندم كم لا إله إلا الله لا إله إلا الله